مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. السؤال اليوم كان عن التهاب المتحمل الإنتاني اللي بيصير عند حديث الولادة، إنه شو المسبب اللي يكون أول 5 أيام أو بعده. طبعا تظاهرات التهاب المتحمة احمرار، وذمة في الأجفان أو بنز مصلي وحتى قيحي مع وذمة في الملتحمة كمسببات. على في التهاب متحمة كيميائي، هذا بيصير بال 24 ساعة الأولى، سبب القطرات اللي بنحطها عند الوليد سواء سيلفر نيترايت أو الإريثرومايسين. الصدات اللي احنا بنحطها عند الوليد خلال اول 24 ساعه ممكن تعمل التهاب كيميائي. اما من اليوم الثاني للخامس فنصير البنيه هي الاخطر، لكن ما لها الاشعه. الاشعه هي الاستراب. النيسيريه البنيه ممكن تعمل تقرح بالقرنيه وحتى الانتقاب. اما بعد هالفتره حتى بيقولوا بالاسبوع الثاني الكلاميديا تروكوماتيس هي يمكن السبب الوارد حدوثا للالتهاب المتحمه. كمعالجه للنيسيريه البنيه نستعمل سيفتريكسون حقن عضلي مع غسل المحلول الملحي، وما للكلاميديا مستعمل ماكروليدات مثل الريثرومايسين فموي مع غسل المحلول الملحي. الكيموسيس طبعا هو من تظاهرات التهاب الملتحمه اللي هو توذم في الملتحمه بيسموه كيموسيس. فكطريقه حفظ صغيره، البنيه بالاول نسيريا بنيه، بعدها كلاميديا بنيه من البن، وبعدها كلاميديا كلام. بن يعني قهوة، بالأول نشرب القهوة وبعدها بيحلل الكلام. أو بدك طريقة ثانية، بن لادن، صح؟ وفي فكرة ثانية، الكلاميديا بالفترة الثانية علاجها بيكون فموي، شيء له علاقة بالكلام يعني فموي وليس حقا عضلي. I've got, CC. You have what? Contagious conjunctivitis. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. أنا دوما بانتظار رسائلكم. شوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.